انتشرت بعض الإشاعات اللي بتأكد استعداد النجم اليمني بلقيس فتحي لإنجاب طفله الأول، الأمر اللي نفته بلقيس بشكل قطعي، وأكدت أنه حتى الساعة الموضوع مؤجل، خاصة أن بهالمرحلة منهمكة بتحضير ألبومها الجديد واللي بيضم 12 أغنية ورح تقوم بإطلاقه خلال المرحلة المقبلة. وحياتك يا حبيبي ما عم بقدر نام. بلقيس اللي كانت خاضت تجربة الغناء باللهجة اللبنانية عبر أغنية أنت رح تعود وتكرر الأمر بأغنية جديدة بتحمل عنوان وبيرجعوا من ألحان هشام بولوس وتوزيع هادي شرارة، ورح تضمها العمل لألبومها المنتظر واللي رح تقوم بإنتاجه على حسابها الشخصي بعد ما تم فسخ العقد بينه وبين شركة روتانا.